مجيت عند مجيت جيت عند خولة ها أنا يلا حولك الضحك يلا دخل دابا حيت جالسه انا في كرسي قصير وهي جالسه في كرسي عالي. المهم انا يلا دخل دابا قلت لك اجي بركيفي وقلت لي لا لا حشومه كل مقام مقال لا بالعكس قلت لك اجي بركيفي قلت لها اجي بركي هي قالت لك لا خليني في بلاصتي هنايا انا نتا هكا قلتكم جيت دابا عند خوله الفايد على ود الهدف الاول خوله شنو هو اختي هو نو ميك اب ان شاء الله تبقاي بجمال طبيعي نو ميك اب نو فيلتر اكيد ان شاء الله ان شاء الله دونك هي اخصائيه في تصحيح العمود الفقري في لي سوان دو فيزاج مهضر انت على راسك انا سبيسياليست ميديسين هوليستيك اخصائيه ديال تصحيح العمود الفقري والتجميل الطبيعي للبشره غير الجراحي اكيد ايضا بخصوص الناس اللي عندهم مشاكل في البشره ونرجس جات لعندي ان شاء الله باذن الله باش تبان معايا لود البشره باش ان شاء الله تبقى بدون ان شاء الله باذن الله نبداو بتنقيه عميقه للبشره تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك نرجس يعني البشره ديالها زوينه يعني اطفال لكن بحكم انه كتدير المكياج فالبوشويه غدا تسد لينا فلذلك المسام عفوا غيبداو يتفتحوا بزاف فلذلك ان شاء الله باذن الله غنبداو بلي سوان مع الميكرونيدلين بالهايرونيك لافيتامين سي ان شاء الله وكولاجين واكيد ان شاء الله باذن الله غيعطي نتائج رائعه بزاف اللي غيضطر انها ما غتبقاش تقدر تخدم بلي بخود نهائيا غتولي بالمجال الطبيعي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وايضا خدمه الكايروبراتيك للعمود الفقري ان شاء الله باذن الله باش نحس براحه اكثر بحكم انها كتجري بزاف وما كتريحش بزاف كاين شويه ديال التعب صح كاين شويه ديال المهم السونتر ديال الخوله راه قريب لي بزاف راه كاين في ايمين زولا وانا في روش نوار روش نوار قريبه لي فراسك شي 5 دقائق كنكون عندك لا قريب لي قريبه لي ديك الساعه نوريكم فين كاينه هي اكزاكت مانيش نقول لكم فعوض لي ندير سوان فيزاج ملي دخلت بان ليني فيك احرقني شي شويه صراحه باقي ما حساش به برا 100% وانا نقول الخوله اجي علاش ما نديرو شي حاجه وحده اخرى كان عندها علاقه بالحجامه ولا وانا نقول اللهم ندير دابا الحجامه بعدا نبدا الحصه الاولى وان شاء الله نكمل معها الحصص كاملين حتى نحس براسي وليت عاوتاني جات عندها واحد السيده وبدات كتعاود لي ديك السيده على ليكسبيريونس ديالها بقات مسكينه كتبكي كان عندها شي مشكل في الدم كتعاني منه من 2012 ايوا بالحجامه ولات بخير وجاب التحاليل وداكشي عينه مسكينه مغرغرين الحمد لله حتى انا دابا كنحس براسي خفيفه بحال ما عرفتش بحال شاربه شي دواء كيتضوا خصني الناس خصني نترخاو الناس المهم الحمد لله دابا قالت لي الدوره الدمويه كانت عندي ثقيله بزاف ودابا ان شاء الله غنولي نرجع السيمانه الجايه وندير حصه واحده اخرى وقبل عنجي وعندي حيت هي قريبه لي دونك انا مره انا كنقص عاده تنقاد البشره ديال وجهي وحتى لو كور ديالي فقرات ديال العمود الفقري يا عنقي المهم داكشي طبيعي وزوين كتحس براسك اليز زين مرخي وهادشي هذا كله اوكي كيعطيك كتحس براسك شي حاجه كديرها مفيده للصحه نتشجع باش نوض حيت لا بقيت جالسه هنايا الناس لهنايا عجبني ما كاينش الاحساس اللي كنحس به ميرسي بوكو خاوله وان شاء الله السيمانه الجايه نجي ندير سوان فيزاج والسيمانه اللي من موراها لا وسط السيمانه عاوتاني نعاود حجامه سأداوم على الحجامة حتى يتقاد لي لو كور ديالي ويتصفى لي الدم ديالي مزيان سورتو هاد الشيء اللي دوزنا لي فاكسان الدوايات البنج انا بعدا الولاده كاع داكشي كله هو يحتاج تصفيه والتطهير والاعصاب وثاني والروينه راه لينيرجي نيجاتيف كتولي كتسرك لك في لو كور ديالك فين كاينه هي شتو هذيك البومبا ديسان يا كاين هنايا البنك الشعبي هذا انزولا من زولا هنايا هي شتي هاد العماره هادي 39 هنايا كاين خوله السونتر ديالها صراحه الناس عامره عندها الدنيا تبارك الله ما شاء الله وانا راه ساكنه قريبه لها دونك مره نبقى نجي هنايا باش نتعالج شويه